أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني، هنشرح مع بعض الدرسين 81 و82 اللي هو بعنوان الكسور على خط الأعداد. طيب نبتدي كده مع بعض حل التدريبات. أول مسألة بيقول لي إيه؟ قسم إلى خط الأعداد حسب المطلوب. عايز أقسم أثلاث، إيه نعمل؟ هناجي عند الصفر ده، بعديه هنقسم كام شرطة؟ هو قال لي ثلاثة، يبقى نقسمها ثلاث حتت، يعني ادي واحدة زي كده واحدة تاني زي كده، يبقى قسمناها ثلاث أجزاء جنب بعض. وفي الأولى طالما قال لي أثلاث يبقى هنكتب واحد على الثلاثة، النقطة اللي وراها اتنين على الثلاثة، اللي بعديها ثلاثة على الثلاثة اللي هي فيها الواحد الصحيح، تمام؟ اللي بعديها عايز أقسمها أنصاف، يعني أقسمها نصين، يا ريت أراعي المسافة، يعني تكون بالتقريب كده إيه؟ قد بعض. قال لي انصاف يبقى معناها واحد على اتنين. طيب الخطوه اللي بعد كده بيقول لي اسداس، هنقسم اسداس يعني نقسم ست اجزاء جنب بعض. طب عشان انا ما اتلخبطش، لو قال لي سته انقص منها خط، اعملها خمس خطوط. يلا كده مع بعضينا، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، قسمناها خمس خطوط اهو. هنكتب ايه؟ واحد على السته، اتنين على السته، ثلاثة على الستة، أربعة على الستة، خمسة على الستة، ستة على الستة اللي هي فيها الواحد. طيب اللي بعديها أرباع، قال لي أربعة أنقص منها واحد أعملها ثلاث خطوط، يبقى واحد اتنين تلاتة. هنا هكتب واحد على أربعة، اتنين على أربعة، ثلاثة على أربعة، أربعة على أربعة اللي هي فيها الواحد. أخماس هنقص منها واحد أخليها أربعة، يبقى قسم أربع خطوط، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، وأكتب هنا واحد على خمسة، هما قال لي أخماس، اتنين على خمسة، تلاتة على خمسة، أربعة على خمسة، خمسة على خمسة اللي هي فيها إيه الواحد. أسباع آخد من دي واحد أخليها ستة، يبقى قسم ست خطوط، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. وهنعمل هنا قال لي أسباع يبقى واحد على السبعة، اتنين على السبعة، تلاتة على السبعة، أربعة على السبعة، خمسة على السبعة، ستة على السبعة، سبعة على السبعة اللي هي فيها إيه؟